حتى الحاج متولي ترند كل ما تتعرض وبتنجح نجاح غير عادي كل ما تتعرض. شايف السبب ده ايه؟ لا مش بس الحاج متولي ده كل عملنا نصف رجع الاخر والاعمال كلها اللي عملناها ورأفة الهجان وزينب العرش والاعمال العظيمه دي كلها لغايه النهارده بنقعد نتفرج عليها مره واثنين وعشره مش بنزهق منها. يعني النهارده للاسف الشديد في اعمال كتير بتتعرض مره واو خلصت بتتفرج عليها ما انا شفتها قبل كده، لكن الاعمال بتاعتنا فعلا بتاعت زمان دي لا بتتفرج عليها بتقول الله عايزه اقعد اتفرج تاني وتالت. يعني فعلا الناس ده احساسها بالنسبه للاعمال دي. ايه السر ده؟ الطبخة حلوة طعمها حلو ولمسة كل بيت حتى لحد النهارده. المواضيع اللي كانت بتتعرض بتمس البيوت بتمس المجتمع وتمس حياتنا كلها، فأكيد الحاجات دي بيبقى لها تأثير كبير. يعني بتتابع مين من الفنانات الشابات وشايفة انها ممكن تبقى امتداد لجيلكم؟ مين يا فندم؟ مين من الفنانات الشابات بتتابعيها وشايفة انها امتداد لجيلكم؟ لا في كتير الحقيقة، بس أنا مشكلتي الأسماء. يعني فعلا مشكلتي لأنه هما كتير فعارف بتلخبط بين الأسماء، لكن في بنات كويسة قوي 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 وفعلا واعدين بمستقبل حلو قوي، وفي شباب كمان حلو قوي واعد بمستقبل حلو قوي. بس انا للاسف الشديد مساله الاسماء دي انساني، ده انا حتى بدات انسى اسماء الناس اللي انا بعرفها بصراحه. كده بتشوفي ناس تقولي يا رب ما يزوروش تاني من ضعف موهبتهم. في ناس ما لهمش في اللعبه بس عيني بتبقى المفروضين علينا، بس يلا هي ارزاق ربنا يرزق الجميع. بصراحه كده مين اكتر حد بيستفزك كاسم؟ والله ما بعرف اسماء صدقني. كدور حد في دور شفتيه ما نرفزك قلت مين ده اصلا؟ لا مش فاكره الحقيقه، لان انا مش حريصه قوي على اني اتفرج على كل حاجه، لان كتير قوي الاعمال كتير قوي يعني، او الحاجات الرفايع الكتيره اللي طالعه الايام دي اللي هي 5 حلقات و10 حلقات و7 حلقات فبيبقوا كتير قوي. بس فعلا والله فعلا بجد انا ما بحفظش اسماء خالص. شكرا جدا، ولو عايزه توجهي رساله دلوقتي من خلالنا لحد تكون لمين وتقولي له ايه؟ لا بقول للناس كلها يعني كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده ان شاء الله السنه الجديده تبقى اسعد واسعد علينا ونتخلص من الوباء الفظيع اللي عامل لنا قلق وخلينا مش عارفين نشوف حبايبنا واصحابنا. شكرا جدا، شرفتيني. ميرسي يا حبيبي.